للمزيد حول الحملة الإغاثية التي قامت بها منظمة أم القرى في الصقلاوية ينضم إلينا الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى عبر الهاتف من الأنبار. مرحبا بك دكتور محمد عبد القادر محمد. أطلقتم حملة إغاثية في الصقلاوية في البوعكاش، لو تطلعنا أكثر عن هذه الحملة ومن استهدفت؟ نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة هذه الحملة هي في سياق عديد من الحملات التي تنظمها منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية في هذه المنطقة وغيرها المناطق، حيث اشتملت هذه الحملة على المنح المالية التي قدمتها لعوائل المفقودين والمغيبين في منطقة الصقلاوية، هذه العوائل المنكوبة والمفجوعة بفقد أبنائها، وكانت توزيع في منطقة البعكاش، حيث يوجد في هذه المنطقة تحديدا تقريبا أكثر من 250 عائلة، وشمل التوزيع 250 عائلة في مرحلة أولى في هذه الفترة، وهناك إن شاء الله ستكون لدينا يعني حملات أخرى لتكملة هذا العدد. إلى أي مدى أثرت الظروف الاقتصادية والصحية التي يعيشها العراق على أوضاع هذه العائلات؟ بالتأكيد هؤلاء يعني كانوا هم يعني أكثر من تضرر من هذه الظروف التي يمر بها البلد، حيث فقد هؤلاء المعيل وبعضهم يعني فقد من 9 أشخاص من عائلة واحدة، فلم يبقى سوى الأطفال والنساء ولم يبقى لديهم المعيل، فهؤلاء بحاجة يعني كبيرة جدا إلى المساعدة والوقوف معهم، ولم يحصلوا على أي دعم يعني حكومي أو جهة أو تعويض أو شيء من هذا القبيل، فهم متضررون جدا من هذه الظروف التي يمرون بها والظروف الاقتصادية، وحتى ليس لديهم رواتب ولا أي مخصصات، يعني هم في أسوأ حال وحال الحقيقة يرثى لها، وسمعنا وسمعتم شاهدتم هذه المناشدات وهذه المعاناة وصيحات الثكالة، هذه الأمهات الثكالة لفقد أبنائهم والأطفال الذين يعني سيتموا نتيجة اختطاف وغياب المعيل لهذه العائلة. كيف استقبل أهالي المفقودين هذه الحملة التي قمتم بها دكتور؟ الحقيقة يعني هم يعني هذه ليست الحملة الأولى، هم على يعني تواصل مباشر يعني مع المنظمة، وكانوا سعداء جدا بأن يجدوا من يقف معهم في هذه المحنة التي يمرون بها، ويعني سعدوا كثيرا وناشدوا بالمنظمات والمحسنين ميسور الحال بأن يقفوا معهم وفي هذه المحنة ويتواصل معهم ويقدمون ما يستطيع ويقدموه، فالمنظمة تقدم يعني ما تستطيع لحد الأدنى مما يمكن أن تقدمه لهذه العائلات في هذه الظروف الإنسانية الصعبة، ولا سيما في الظروف التي يمر بها البلد. شكرا لكم دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى، كنت معنا عبر الهاتف من الأنبار.